السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الـ variables، اتكلمنا عن memory واللوكيشن والنيمز والفاليوز والتايب، وكنا على الرينج اوف داتا، وقلنا السترنج تكست ونمبر وسيمبلز ورموز، وقلنا الانت مثلا على سبيل المثال من اصفار لغايه الايه التسعات. في اوبريشنز كمان، في عمليات، مش بس الـ variables بتفرق معاها الحاجات دي، النوع ذات نفسه بتفرق معاه العمليات. يعني السترنج بنكون كانت بندمج نص في نص، لكن المثل الرقمي هتلاقينا بنجمع بنضرب بنقسم بنعمل سترنج زي ما قلنا بالموكات، يعني بندمج، يعني كلمه عادل من بقى صبور يبقى عادل صبور كده وهكذا. اما في الانت لا، الزائد الزائد دي مختلفه، بتعرف ان الخمسه بعدها سته، السته بعدها سبعه كده، فبتعرف تجمع وبتضرب وبتطرح وبتقسم والكلام ده كله. يعني لو حبينا نشوف مثال على الكلام ده كده على السريع، فهم جاي كده بسرعه ومعاهم كليك كمان على اس ار سي، ونعمل من ايه من نيو فايل كوتلين كده، ونسميه اكزامبل على سبيل المثال اكزامبل 5، وندوس على اوكي، نجيب الفانكشن من الرئيسيه بتاعتنا الجميله، نعمل فار وندي له اسم وليكن كوانتيتي، كوانتيتي الكميه، ونقول له والله الكوانتيتي دي هيبقى نوعها مثلا انت، على سن دوت نوع خلاص حاجز مكان في الميموري بتاعتي، واديها فاليو على طول مباشره وليكن عندي كوانتيتي 2. وتعالوا نعمل حاجه اسمها برايس فاريبل تاني بس اسمه برايس، برايس بس، واحدد النوع بتاعه وليكن فلوت، على سن ان السعر ممكن يكون فيه ايه، زي ما احنا عارفين السعر ممكن يكون فيه كسور، صحيح السعر ممكن يكون فيه كسور، فهعمل كده فلوت الاف كابيتال فلوت، وهقول بيساوي مثلا على سبيل المثال واحط جواه رقم يكون فيه كسر مثلا 50 و45 او 50 ونص مثلا وسيمي كولون. هتلاقي ان 50 ونص دي طالع عليها ايرور، مظبوط؟ لو ركزت كده في الايرور، عشان هو محتاج مننا حرف الاف دي كعلامه ليه عشان يعرف ان انت تقصد فلوت، لان الارقام الكسريه عندنا في الكوتلين دايما لو كتبتش الاف بيعتبر ان انت شغال على نوع تاني اسمه دبل، هو الديفولت ايه؟ الديفولت بتاع الانواع الكسريه. فانا قلت خلاص اف، وهعرف فاريبل ثالث هسميه التوتال. التوتال دوت طبعا هيبقى ناتج ضرب الايه الكوانتيتي في البرايس، فطبيعه حاله هيبقى عباره عن فلوت، انا عرفته بس، وهقول بعد كده ان الفلوت بيساوي الكوانتيتي مضروبه في البرايس، يبقى الاجمالي بيساوي الكميه مضروبه في الايه؟ في السعر. ده كلام جميل جدا. تعالوا بقى نعمل برنت لاين كده بسيطه للتوتال. خدوا بالكم احنا عرفنا انت وعرفنا فلوت وضربنا الاثنين في بعض وخلاص، وعملنا توتال بيساوي، وهنطبع جنبها كلمه الفاريبل اللي اسمه ايه، الفاريبل اسمه توتال والسيمي كولون. وطبعا ممكن نشيل الدمج دي ونقول كده، بس طبعا عشان يتعرف عليها ان هي فاريبل لازم نحط علامه الايه الدولار ساين قبل اسم الفاريبل عشان يعرف ان ده رغم ان هو نص، لكن خد بالك الدولار ساين بيتعرفوا ان كلمه التوتال اللي جايه دي كلمه المفروض تبقى جايه من ايه، من فاريبل عشان يعرف يدور عليها. تعال نجرب ونعمل رن، فالمفروض يطبع لي دلوقتي الايه التوتال ايكوال، وهيضرب الايه 50 ونص في 2 فتطلع معايا ب 100 وايه ب 101 كده. ايه الارقام قدرنا نعمل عليها عمليات، دي كده خلصنا من الموضوع ده. تعال نعمل فايل كوتلين تاني ونعمل اكزامبل جديد مثلا وليكن اكزامبل 6 اللي على الدور، وندوس على اوكي، نجيب الفانكشن المين الرئيسيه الجميله بتاعتنا، ونعرف فاريبل بقى تاني، ونسمي الفاريبل ده مثلا الفيرست نيم. خد بالك ان المره دي هعمل امثله على السترنج عشان افرق بس ما بين الفكرتين في الاساس. الفيرست نيم عرفته ان هو سترنج وحطيت جواه القيمه بتاعته وليكن عادي، وعرفت فاريبل تاني تعالى نسميه مثلا وليكن اللاست نيم، وبرضه هنعرفه ان هو التايب بتاعه سترنج، وهحط جواه مثلا قيمه وليكن مثلا صبور. حلو جدا، عندي تو فاريبلز كده. خد بالك بقى من الايه، من الفكره، عملت فار فول نيم، الفول نيم ده الاسم اللي هو الكامل على بعض، وده اعرفه ان هو سترنج لكن مش هحط جواه اي شيء خالص، لكن همشي بنفس الاسلوب اللي عملته في البرنامج اللي فات، فهقول الفول نيم بيساوي زي ما عملت التوتال بيساوي الكوانتيتي مضروبه في البرايس، هعمل الفول نيم بيساوي الفيرست نيم بلس اللاست نيم، خلاص، وهطبع القيمه ببرنت لاين. خد بالك ان هنا مش هيعمل فيرست نيم زي بلاست نيم يجمع او يعمل جمع، لا هو بيعمل كونكات، يعني هو مجرد بيدمج الكلمه دي او الكلمه دي جنب الكلمه دي، فهعمل في البرنت لاين هقول له الفول نيم بيساوي، وهطبع الفول نيم وهعمل ران، فهنشوف النتيجه بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه. هنلاقي النتيجه المفترض تطلع لنا الفول نيم هو عباره عن الاسمين مجتمعين عادل صبور وعادل صبور لازقه ببعض. ليه لازقه ببعض؟ لان هو دمج دي جنب دي، هو مش فاهم ان هم اسمين ولا حاجه. قلت له اه، طيب ممكن ازاي دي تدمج؟ ممكن اخليها تدمج بقى جنب الفيرست نيم، تدمج لي سبيس ما بين دبل كوتيشن ليترال، وجنب الدبل كوتيشن ادمج كمان اللاست نيم، يبقى فيرست نيم وادمج لي جنبيها سبيس وادمج لي جنبيها اللاست ايه؟ اللاست نيم، ونطبع تاني هيطلع لي كلمه عدد صبور عادل وسبيس وصبور. خلاص
دي عملت الكونكات. فالزائد هنا غير الزائد اللي كانت موجوده في المثال بتاع الارقام، والبرنامج هنا فهم شيء وفهم هنا شيء تاني. تعال نعمل مثال تاني على طول على السريع، اكزامبل وليكن اكزامبل 7، و اخد على طول كوبي وبيست كده على طول المثال اللي قبليه. هنا حطيت جوه الفيرست نيم 5 وحطيت جوه اللاست نيم 3. ممكن اغير المسميات، انا طبعا هجمع بس اغير مسميات مفيش مشكله. اخلي الفيرست نيم مثلا اكس، اخلي اكس بس، واخلي اللاست نيم واي، واخلي الفول نيم زد. حطيت في الاولاني 5، حطيت في الثاني 3، بس خد بالك وجمعت، بس خد بالك الخمسه والثلاثه ما بين دبل كوتيشن، ما معنى ان هي ما بين دبل كوتيشن معناه ان هو فاهمها ان هي سترنج، مش فاهمها ان هي نمبر. فانا عايز اثبت لك ان الجهاز هنا هيطبع الزد اللي هي عباره عن الاكس زائد الواي، مش هيطبعها ب 8، مش هيطبعها ب 8 خالص، لان هو هنا ما فهمش الخمسه ان هي اللي بعديها 6، وفهم الثلاثه اللي قبلها 2 وبعديها 4، لا 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 لا، هو ما فهمش كده خالص. دي سترنج ودي سترنج، فلما جيت طبعت الزد اللي هي مجموع الاثنين طلع لي 53، هي مش 53، هي 5 3 زي عادل صبور، سترنج جنب سترنج. ما بيعرفش يعمل الايه؟ عمليه العد او الاعداد، لان هو النوع خلى نوع العمليه ذات نفسها تبقى ايه؟ مختلفه، حتى لو كانت الزائد اللي هنا زي اللي هنا.